صحيح بإذن الله بالتوفيق. نحن اليوم ندشن ونفتتح مشروع مياه قبل النار بدعم من قائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبد الله صالح، وهذا المشروع سيستفيد منه تقريبا حوالي 10,000 نسمة. هذه المشاريع التنموية التي تواكب هذه المديرية باستمرار بدعم من قائد المقاومة الوطنية بعد أن دمرت ميليشيات الحوثي جميع المشاريع الاستراتيجية التنموية التي يحتاج إليها المواطن. اليوم المواطن يحتاج إلى هذه المشاريع، ومن هنا من جبل النار من هذه القرى والعزل نوجه كلمة الشكر والعرفان لقائد المقاومة الوطنية لما يقدمه من دعم إنساني لهذه المديرية.